بين أهل أهلها. هلأ السنة هيدي اكتملوا 100 سنة. في شيء بيلفت النظر كتير مهم يلي كيف وزعنا الأدوار بالشركات تبعونا، مجموعة الشركات. في إميل وكمال بيهتموا باللوكال ماركت يلي هو صار عنا كتير مهم ومنوع لثلاث حقول: الكوزماتيكس، سبورتس، والجيفت أرتيكلز. كل هالأجزاء هنين عبارة عن وكالات اللي هنين الرائدين بالمجال تبعون. نحن اليوم بسبار اللي هو يشكل من أهم فرع عنا بالشركة، مقسم إلى المفرع والجملة. كجيل جديد وقتا نحن دخلنا على بارودي أكيد كان في عنا كتير تحدي مع القرن 21 اللي هو اليوم عالم الانترنت والجلوباليزيشن والأسواق اللي انفتحت كلها على بعضها بالمنطقة، واتخذ القرار أنه بدنا نتأقلم مع التغيرات اللي عم بتصير، وانطلقنا بمشروع المفرع من كم سنة، واليوم فينا نقول انه هذا مشروع ناجح على صعيد لبنان والمناطق بالشرق الاوسط، لان احنا اليوم موجودين بالاردن وبالعراق وبسوريا ان الله راد قريبا، وعم نطمح كمان لنتواجد بغير دول بالعالم العربي. نحن اليوم كمحلات موجودين باهم مناطق تجاريه ومجمعات سياحيه ونوادي واوتيلات، والوكالات اللي عنا اياها كمان وكالات رائده بالمجال تبعها. دائما نطمح انه نجيب وكالات تكون كومبلمنتري للبورتفوليو اللي نحن اليوم موجودين فيه. اليوم نحن بمجال الابتحار، نحن اليوم نشتغل مع محلات كثير معروفه اليوم بالبلد، وكمان موجودين بالديوتي فري بلبنان بسوريا وبالاردن، وبنشتغل كمان مع طيران شرق الاوسط من سنه 1960 ومتواجدين معهم بصوره متواصله بالرغم من الحوادث اللي صارت بالبلد. أنا اللي طورته أكتر شيء هو قسم الرياضة، بيشمل الجملة والمفرع. الجملة تقريبا نحن من المستهلك للأندية، من ماركات فينا نسميها عن نطاق المستهلك. في عنا فأزن الكولومبيا، الشامبيون، سبيدو، والماركات من التياب للبحر، بنانامون أكيد، مكانات كاتلر، تكنو جيم للأندية. بلشنا بأول محلة مفرع من سبورتس فوريفر دبي لغير محلات. في عنا كذا واحد بلبنان، بالأردن صار في 3، بالعراق موجودين، وحاليا الله راد عم توجه على الإمارات وغير بلاد، لأنه حابين أصحاب الوكالات اللي نحن عم نشتغل معهم يعطونا الوكالة بغير أسواق، لأنه بعتقد عم يشعروا أنه النتائج كتير منيحة اللي عم نعملها. ولذلك فيكم تشوفوا جائزة اللي أخذناها بسبيدو، قدمونا إياها هالسنة، ومع التقدير أنه هيدا من أصعب أسواق عم نشتغل فيه. بتشوفوا كمان الأشياء اللي عم ناخدها، ريكومنديشن اللي عم ناخدها من الشركات الكبيرة. اليوم لو ما عم نعمل نتائج الشركات ما بيعطوا ريكومنديشن، ونحن بنشوف حالنا أنه عم نمثلها. تكنو جيم ماركة إيطالية، من أكثر ماركات المهمة والفخمة بمكانات السبور. نحن مجهزين أكبر بيوت خاصة، فنادق، منتجعات، مراكز إعادة تأهيل، حتى نوادي رياضية. هلأ نحن هون موجودين بالنادي فتنس زون حزمية، هو أكبر وأهم نادي رياضي بلبنان وبالمنطقة العربية. مساحته تقريبا 5000 متر مربع، عم نحكي بس مساحة السبور، ونحن جهزناه كله بأكبر تشكيلة مكانات تكنو جيم ومزودة بأحدث التكنولوجيا. سوق الأوتدور عم بيكبر بلبنان، والنشاطات البرية عم بتزيد. هيدا المجال اللي بعده بأول عمره
هون ساهمنا نحن بهالسنين لتنميته من خلال توزيعنا لأهم الوكالات اللي بتهتم فيه مثل كولومبيا، كين، ماونتن هاردوير، بيرغهاوس وغيرها. تعودنا نطلع للمستقبل، مستقبل شركتنا ومستقبل محيطنا ماشيين سوا. اهتمامنا بمجتمعنا بيبين من خلال اهتمامنا بالمؤسسات اللي بتتعاطى الشؤون البيئية والاجتماعية. من أول أهداف الشركة دعم الرياضة اللي بتحول نظر الشباب اليوم عن غير أمور، وبتدعي للمحافظة على صحتهم وصحة البيئة تبعهم. كبرودي نحن مندعم ومنطور مجال السبور بلبنان من خلال رعايتنا لأهم المؤسسات الاجتماعية الرياضية والبيئية، محمية أرز الشوف والباروك، مؤسسة درب الجبل اللبناني معروفة بال LMT، المؤسسات اللي بتحافظ على شط البحر، أكيد الصليب الأحمر اللبناني اللي بيتميز بشبابه، المؤسسات اللي بتمارس رياضة التسلق بطبيعة لبنان الجبلية ورياضة المشي بغابات لبنان الواسعة الحلوة. أنا مخصص وقتي مالي هالأيامات لكل شيء اسمه إيديال، إن كان السوق اللبناني يا ما السوق الخارجي. اللبناني مسلمه أنا لبارودي جروب يلي هني بيتعاطوا فيه للسوق اللبناني، وأنا بتعامل مع كل الديستريبيتورز اللي عنا إياه هون بالعالم، ومعي جهاز بيشتغلوا معي بهالموضوع هيدا بالتنسيق أكيد مع شركة بشارة بارودي يلي هني بيسلمونا وبينجولنا البضاعة، ونحن منوزع على العالم العربي، على أفريقيا كلها، على أمريكا اللاتينية، على أمريكا الشمالية، على كندا، على عدة بلدان بالعالم. وبعدين على طول الخط، على طول الخط عندنا ريكوست وين الإيديال وكيف فينا نلاقي الإيديال وشو بدنا نعمل للإيديال. لأنه برودوي إفيكاس، وبالفعل هو من وقت ما عمله الوالد سنة 36 بلش فيه، وكان بالصيدلية أساسا، صيدلية بشارة بارودة على البرج، وبلش يتطور مع الوقت، يتطور. واليوم حاليا متواجد تقريبا بكل دول الشرق الأوسط، بأفريقيا الشمالية، بأمريكا الجنوبية، بعدة بلدان، المكسيك وفنزويلا، وعندنا جام صار كبيرة لأنه نحن جديين بشغلنا ودائما نطلع لقدام للتحسن وللاستمرارية. الإيديال نحن منفبركو هوني بالمعمل، والبوزعوا هن بارودي إخوان وبارودي جروب هن بيكونوا الموزعين والوكلاء، والتصنيع نحن أصحاب المعمل. يعني نجحنا نعمل شيء يلي بحياته أنا ما شفته ولا مرة علي، إنه برودكت لبناني اسمه إيديال يتزور بالحرب بإنجلترا. حدا بيقلد برودوي لبناني بإنجلترا؟ قلدونا بالصين، عم بيقلدونا، ولكن نشكر الله ماشي الحال. المحلات تحت إدارة بارودي جروب، أنا ما بتدخل بالمحلات كمحلات، بس في تيم عنا يلي شغلته وعملتهم دايما ينسقوا مع المحلات شو بدهم بضاعة وشو نقصهم شو بيبعتولهم وشو هيك. هلا أخدين بمولات كتير كبيرة بالأردن بالعراق، وحمد الله الشغل جيد جدا. نبعث لهم كل البضاعة اللي نحن وكلة تبعولا للبنان ولهالدول هيدي. الله يعطينا عمر بعد، مازال العمر بالبقلنا. الوالد بلش شغل 1912، وشريكه كان بأمريكا خيو، ومعه كان إميل ابن أخته.
كان هو عطيه حصة بالشركة. قبل إيميل كان في ابن عمتي الكبير اللي اسمه فؤاد من الثلاثينيات توفى. والدي قال له لإيميل، كان إيميل بعد بده سنة ونص بخلص الجامعة، قال له ما رح تتعلم شيء زيادة تجارة هالسنة ونص، تعا أخذ حصة خيو وفات على الشغل مع بي. أنا أخذت شهادتي من الجامعة وفت على الشغل، وأنا كنت أكتر واحد يسافر على أمريكا وإنجلترا، هو أكتر شيء لأنه عنا أصناف وكلاءهم نحن. بعدين فتحنا مكتب بالعراق لأنه العراق كان فيها شغل هائل، وكنت روح على السعودية والإمارات بس مش قد اليوم. أمريكا كنا نجيب مبالغ أمصان سبور، نجيب حتى أشياء نسائية، وبدو الواحد يروح يحضر قبل بست أشهر وقت اللي بيكونوا عم يعرضوا هالأشياء الجديدة. الحرب خلق صعوبات هائلة، بس نحن عنا هون بالشركة كان شريكي نديم، كان من النوع اللي يسموه بالدارج جدع. حقيقة وقت بلشت كان 72، قلت يا لطيف شو الأيامات حلوة وشو رح يصير ولبنان حلو. لبنان كان وقتها أوتيلاته حقيقة وقتها سويسرا الشرق. أنا قلت مدري شو رح كيف الله يوفقنا ونعمل شو رح نعمل. إيش 75 الحرب، ب75 الحرب ما في شيء من اللي عطوني إياه بقى مطرحه، كله دمر واحترق، واحترقوا دفترنا واحترقوا مكاتبنا، ومثل ما صار مع كتير تجار وأكتر شيء ضايقنا هي حرقت الأكاونت ريسيفابل، ما بقى نعرف شو قلنا مصاري مع الزبونات. وصفينا كل واحد يا بدنا نتكل على إيداميته يا بدنا نتكل على بعض المعطيات، بعض الأوراق كانوا موجودين مع البيعين تنقدر نتوصل نوصل قديه كان الحساب موجود. المهم قطعنا المرحلة هيدي من 75 للتسعين. الحقيقة بيروت فضيت تقريبا، بس أنا ما تركت أبدا لبنان وضليتني قاعد بلبنان، مش أنه أهم شيء كنت أقول أنه في عندي 50-60 عائلة 100 عائلة بدي يكون أنا مسؤول عنه، إذا أنا فليت شو بصير فيهم. بعد التسعين رجعنا بلشنا شوي ركزنا حالنا وجمعنا المكاتب. كنا بالحرب أثناء الحرب موزعين لتقريبا كان عندنا شيء 7 ويرهاوسز موزعين بلبنان مع 3-4 مكاتب يديروا هالويرهاوسز هولي. رجعنا أول شيء قصمنا، كان عندنا عين المرايسي وعندنا المكلس، بعدين عندي هون أرض بحدود 5000 متر على المكلس. جمعت كل القوة وكل الشغيلة وكل الأجهزة جمعتها بهالبريميسز هولي. اسمنا طيب، أهم رسمال اسمه الواحد. في عنا شاب هون هو هلأ أحواله منيحة، هذا بيقولوا له أنت وين دارس عامل مصاري؟ بيقولوا أنا دارس مدرسة بنيامين بارودي. وأنا دائما برددها أنه بارودي إخوان مش شركة تجارية فقط، هي شركة تجارية ومدرسة وجامعة، يعني بحد مستوى الجامعة، لأنه هل اشتغل مثلي بالخمسينات عند بارودي جمع باجاج تجاري كامل ما بينقصه شيء. تثبيتا لهالكلام كل حياتي التجارية كانت نجاح بنجاح، كل هالخبرة هاللي جمعتها عند بارودي وكل الأوقات هاللي مرقت فيها كل الظروف كنت دايما ارجع شو عملت عند البارودي، كيف تصرفنا عند البارودي. يعني اذا مر علينا شواد عمالي معين دايما عند بارودي كيف عملنا ونطبقها، وكان دايما تنجح معي هالطريقة. الموظفين هاللي كانوا اشتغلوا معي فيما بعد طبعا
كنت ادفع لهم معاشات اللي بيستحقوها. وطبعا بتفكيري انه انا كيف تعاملت عامل الموظفين تبعولي، كان عندي زملاء تجار التقى فيهم ودائما ينتقدوني يقولوا لي نقولها انت كتير عم ترفع معاشات للموظفين تبعولك. كان دائما دغري جاوبهم انا هيك بيت البارودي عملوني ونفس الطريقه عم عامل الموظفين تبعي. انا صار لي 57 سنه بشتغل، يعني كانه بحس انه هون بيتي وعائلتي الثانيه يلي بحبهم كثير. الله يرحمه بنيامين علمني كثير كثير اشياء انه اعملها، بس ما قعدت معه كثير، شي 6 شهور وتوفى. هو جرجة كان عنده بنت يعني سكرتيرة، اشتغل انا مع اخوه جميل في شي 3-4 اشهر وانا عنده، سافرت سكرتيرته صفى ما عنده حدا. جيت انا هربت، انا بدي اشتغل معه كيف هيك. جيت قلت له انا بحب انك، كان من زمان كلهم كتيب كتيب كتيب، ما في شي تاني. جيت قلت له انا بحب كتير اشتغل معك اذا بتعطيني مكتيب، انا بعرف شورت هاند، قلت له انه ما بتتعذب معي بنجرب. كنت دايما افكر اقول انا يا الله امتى بصير اقدر اخذ مكتيب من قوي جرجة، لانه بعجل كتير كتير مكتيبه. ايه وبلشت ومشي حالي معه. انا عصرت كل الاجيال من الجدود للاحفاد لكل شيء يعني، وكنت معهم كتير كتير مرتاحة ومبسوطة، ولو ما مبسوطة ما قعدت كل هالسنين. في كتير ناس كانوا يشتغلوا عند بيي وقت اللي سكر المفرع تحت، راحوا فتحوا محلاتهم في جبران متنة. جبران بحياته المهنية ما بارودي، اللي هو ما بعرف كيف تفسريها بالعربي، بس بالانجليزي بيقولوا the most blue blooded، يعني دم الأزرق تبع التجارة. يعني بالفعل كان محلات بارودي من الدم الأزرق تبع التجارة، وهذا شيء سمح له أنه يستقر على حسابه، يفتح مؤسسة يأسس على حسابه، استقل عن بارودي وعمل شيء على حسابه والحمد لله نجح فيه. سنة 1953 وكان لي شانس فوت لعندهم لأسباب كانوا بين أقوى تجار ببيروت، هن كانوا معروفين 4-5 تجار ببيروت كانوا معروفين، كان شانسي قوي تفوت لعندهم. أنا فتت أتعلم هالمصلحة حتى أرجع أفتح مصلحة بعد وقت الإدحات، كان عندهم الإدحات الرونسون هن، فأنا نزلت على السوق بلشت اشتغلهم بالسوق وانبسط. هيدا اشتغلت لندن من 53 لسنة 60. ستة 60 قلت لهم وقتها، قلت لهم أنا شفت محل عباب إدريس شجعوني عليه وأخذته وبلش اشتغل معهم. اتعلمت البيع كيف أنا عزبون يشتري. صار لي 50 سنة فاتح ميلور وعندهم 57 سنة بهالمصلحة. ما شفت انا يعني كل شيء، عشرت ناس بس مثلهم ما في. انا بعرف وقت عملت عمليتين القلب رجا بارودي كان يجي لعندي كل يوم، كل يوم على مستشفى الجامعة، كل يوم يسأل علي كل يوم. صرنا تقريبا بحوالي 20 سنة بهالحدود عم نشتغل نحن وبارودي. اكيد في معاملة منيحة وفي ثقة وفي بنلاقي منتج مميز عم يميز الشركة، وأكيد بالطليعة الإيديال اللي هو معروف بتصور بلبنان حتى لبرا بينطلب كتير من عنا، يعني في ناس بالدول العربية بتجي بتطلبه على طول، وفي الإيديال كريستال بتصور كتير مميز عندهم. أهم شيء الاستمرارية، والإيديال دايما كان نفس الجودة الكواليتي، يعني كان الانجريديون كان الامبلاج كان البريزنتاسيون، نحن دايما حافظنا على الجودة، وهيدا الشيء بالفعل بيخلي كل شغلة تكون تضل مستمرة وتتقدم. هذا أهم شيء. We are more updated مع كل شيء عم بيصير بالماركت. For example ما كان عنا anti wrinkle cream، هلأ هالشهر رح نطلع anti wrinkle cream. ما كان عنا cleansing lotion نزلناه،
وكمان هلا نحن تقدمنا بشيء بالباكجينج، صار الباكجينج تبعنا مور مودرن وفيه أكتر ألوان اليونج بيبل بيشتروها وبيتحمسوا يشتروها. أنا already with my father and uncle عم نجرب شوي نعلي أكتر الإيمج تبع إيديال، يعني بدنا نجرب نعمل products مش بس للماس ماركت. الأنتي رينكل تبعنا for example إذا بدك عالي شوي أكتر من البرودكتس اللي بيكونوا للماس ماركت. الباكجينج تبعه أحلى من أوريدي شو عنا، والإنجريدينس تبعه مور نوبل، وكمان أوتوماتيكلي يعني السعر بده يعلى شوي. دونك هون بلش التارجت تبعنا شوي يوسع من الماس ماركت. اشترينا نيو فاكتوري لأنه هون المطرح صار ضيق to be able to produce more. So اشترينا فاكتوري أكبر وإن شاء الله ننقل عليه next year وبيصير الكاباسيتي تبع المعمل بعد أكبر. So رح نقدر أكتر نصدر على غير بلدان. وأهم شيء bottom line أنا تبعي واللي بهمني أكتر شيء بالعملية إن تكون solidity الشركة ما في غبار عليها، وهيدي شغلة يلي استلمتها مسؤول عنها بالماضي، استلمتها بالماضي مسؤول عنها بالحاضر، وإن شاء الله بالمستقبل تتشربوها هالشباب الفكرة هيدي لحتى يضلوا محافظين على سيم سبيريت. وعسيرة الأجيال على كل حال، عندي 4 أولاد والهدف من وراها كان كمان الله راد نكفي بالمسيرة. بسلم على آية ونور ونديم وكريم، الله راد بتمنى لهم كمان كل التوفيق لأنه حتما الشغلة بدها تمرق من جيل لجيل. في انسجام وهذا الفضل، وكلنا اكيب واحد عم نشتغل على نفس الهدف، في هدف واحد، ما في غيري، ما في حسد، ما في يعني، هذا اهم شيء. وبعدين منقسم شغلنا، هذا شيء كتير مهم. وما في شيء بيكون مش مبني على اخلاق وعلى قيم بيستمر. وقت شركة تستمر 100 سنة يعني بالمبدأ شركة واضحة عم تطلع على مدى طويل، بتعامل موظفينا كتير منيح، وإلا ما فيها تستمر. نحن دائما نطمح انه الاشخاص اللي بيشتغلوا معنا يكونوا دائما up to date، دائما يكون في عنا دم جديد يفوت على الشركة. واكيد نحن بنرتكز على الاشخاص اللي صلن كذا سنة موجودين معنا بشركة بارودة، لانه بالنتيجة هنين اللي بيشكلوا الاساس تبعنا والخبرة اللي هي موجودة اليوم على الارض. بالتوفيق والاستمرار بالتوفيق، و الى 100 سنة جديدة، والله يكون بايدهم يعملوا اكثر ما عملوا هلا. نحن بنمثل الجيل الجديد، جيل قديم الله يعطيه العافيه، بلي نحن منا هون بلا خبرته، نحن كمان كثير استفدنا من خبره من الجيل. عم جرب قد ما فينا نطبق قسم صغير من الاشياء اللي هن عملوها وبيعرفوها. بيقولوا ان اول 100 سنه هن اصعب 100 سنه، بقى نحن بنتمنى انه ال 100 سنه جايين يكونوا سنين الازدهار والاستمراريه والنجاح. اسمنا طيب، اهم راس مال اسمه الواحد.